السلام عليكم الخوت. المهم هذا النهار جيت نهضر في واحد الموضوع اللي بزاف ديال الناس كيسولوني علاش هشام ملولي ما تزوجشيش شلده. المهم انا عندي فلاش، عندي فلاش ديالي 28 سنه ومازال ما تزوجش شلده. علاش؟ لحقاش الخوت ما تزوجش شلده دابا؟ كيف ما قريتو في العنوان اللي داير في لاباج فيسبوك، واش انا انسان عادي ولا عندي اضطرابات نفسيه؟ لحقاش الخوت ما فهمتش، انايا عندي مشاكل مع الدريات. فاش انا عندي مشاكل مع الدريات في واحد الناحيه، انا ما كنامنش بواحد لاباس سميتها بحال خويا. تجي تقول لي هضره بحال خويا ولا امي ديالي ولا ولد خالتي ولا ما عرفتش علاش. انا هاد اللعيبات هادو ما كنتقبلهمش. دابا الدراري كتلقى الدراري بان معاه دريه كتنوض كتسلم على صاحبو بلا بيز، عاوتاني هو كيجي صاحبو كيسلم عليه بلا بيز. هو كي ما فهمتش انا هاد اللعيبه ما كتدخلليش للراس. انا صاحبي ما يهضرش مع الدريه اللي معايا، هاد اللعيبه ما كنتفاهمش فيها انايا. واش انا انسان عادي ولا الرجوله اللي ما بقاتش ولا انا اللي معقد ولا ما فهمتش؟ واش راه كنعيا نبغي ندخل هادشي لراسي؟ راه ما كندخلش لراسي، راه ما كيدخلليش هادشي للراس. انا راه عندي الدريه، راه كنشوفها مع خوها. شتي الدريه تكون معايا نشوفها مع خوها كنحس براسي ماشي هو هذاك. الدريه مع خوها نشوفها مع خوها كنحس براسي ماشي هو هذاك. عادي انا شتي تجي عندي دريه تجيب معاها صاحبتها، شي صاحبتها تجلس تجيب التليفون في واتساب تلقى حبيبه ولا كبيده، كنحس براسي مشيت كنقول صاحبتي كيما تحيد داك التليفون اما تمشي بحالها. واش انا عادي ولا ماشي عادي؟ ما كتسرقليش دريه جالسه حدايا وخدامه حبيبه وكبيده في التليفون، راه ما كدوزليش، راه ما كنقدرش. بغيت نعرف واش انا اللي ماشي انسان عادي ولا الرجوله اللي ما بقاتش؟ دابا ولا عندي مشكل مع الدريات. كنهضر مع شي دريه كتقولي ناري قاصح، كتجي شي دريه انا نعطيكم مثال، كتجي وحده انا من المعجبات ديالك هي هي، كنقولها السلام عليكم مزيان، كتقولي ناري اخويا خلعتيني، ولا كتصيفط لي كوكو كنقولها وعليكم السلام، كتقولي خويا اسمح لي راه تخلعت. واش بغيتي نقول كوكو؟ انا نقول كوكو، وانا نقول كوكو تانا اش نقول؟ كتعطيني شي جلابه نلبسها ولا عطيني شي جوبه نلبسها ولا ما فهمتش شنو معنى هاد كوكو؟ نجي نقول انا كوكو، كيفاش كوكو؟ كتجي كنقول انا اخويا انت قاصح، الدريه تقول لك انت قاصح، واش بغيتي يكون رطب؟ انا ما الراجل ما كانش قاصح شنو من رجوله بقات؟ الرجوله هي قاصح، هي راجل يكون حرج. راه انا ما كيدخليش والله اخوتي هادشي ما كيدخل ليا للراس بالله. عندي ديما مشاكل مع الدريات ما عرفتش علاش. كتقول انا غير خلعتيني جيتيني قاصح، واش بغيتيني نجيك رطب؟ ولا جيت كرطب شنو الفرق بيني وبينك؟ لا جيت كرطب بان ما بقاش الفرق بيني وبينك، وليت انا والدريه بحال. ما فهمتش، كان عيان بغي ندخل هادشي للراس ما كيدخليش. والله ما كيدخل لي اخوتي هادشي للراس ديالي. واش انا انسان عادي ولا عندي شي اضطرابات نفسيه ولا الرجوله اللي ما بقاتش ولا غير شرحوا لي الله يرحم الوالدين؟ واش نورمال انك تكون معاك دريه وتنوض تسلم على صاحبي خويا بحال خويا؟ صاحبي بحال خويا، واش عادي انا دريه تكون معايا دريه وتنوض تسلم على دري صاحبي بحال خويا بلا بيز؟ تنوض عند دري صاحبي دير واش عادي هادشي عندكم؟ واش كتجيكم عاديه؟ واش عادي؟ ما فهمتش. كنشوف شي دراري كتنوض الدريه معاه تنوض تسلم على هذا تعطي هذا النمره، كيجي صاحبو كيعنقها، واش هادشي عادي؟ وراه هادشي هذا هو المشكل اللي عندي. علاش بحال الساعه مازال متزوجش على هادشي؟ ولا جيت شي دريه تبقى تعطيني في الاوامر ولا كاينه شي حاجه سميتها المفاهمه فهمتي؟ اما لا جيت دريه تبقى تعطيني في الاوامر ما كتدخليش للراس. انا هادشي والله ما كيدخل لي هادشي للراس بالله، ما عرفتش علاش. انا حاجه واحده بغيتكم تشرحوا لي، واش انا انسان عادي ولا انا عندي اضطرابات نفسيه ولا الرجوله اللي ما بقاتش؟ كتجي دريه مع دري كتنوض كتسلم على صحابو كاملين بلا بيز، شنو معنى هادشي؟ والله ما كيبغي يدخل لي هادشي للراس. واش عادي؟ الا كانت كتجي شي ولا كانت كتجيكم عادي انا راه ما عارف. اذن انايا عندي اضطرابات نفسيه، عندي اضطرابات نفسيه. الا كنت انا عادي بان تجي دريه معاك تنوض تسلم على واحد بلا بيز ولا تجي شي دريه تجي تكون مع دريه وتهز التليفون وتبقى في الواتساب تهضر مع دري ولا واخا تقول له الله يحفظك اخويا، ما كتدخليش هادشي للراس. انتيردي تهضري مع دري، تقول لي شوف مازال ولد السيل
دري مازال جون موتيفاسيون لونطريمون اوبن ماند عقليه امريكانيه عقليه جوريه متفتح الى اقصى درجه الا في الدريات انا انسان قديم في العصر الحجري اللي بغى يتقبلها واللي بغى تتقبلها مرحبا واللي ما بغاش يتقبلها الله يعاون هادي واش انا نقص من الرجوله ديالي باش وحده اخرى تكون على خاطرها واش يعقل انا دريت كاس معايا تهز التليفون وتبقى فين صافا مزيان لاباس اش من صافا اش من لاباس عليك اش من راه ما كيدخلليش هادشي للراس واش متفقين معايا ولا يقولوا لي واش متفقين معايا ولا واقيلا انايا غير كنخربق والله هادشي ما كيدخل ليا للراس بالله كان عيا كنبغي ندوزو شي مره نجلس نبغي ندير نفسي ما شافت ما كدوش ليا ما يدنيش الناس بالليل والله ما يدني الناس بالليل عاوتاني كتلقى ختو كيجي واحد يهز باب الدار عادي كيقول لك امي ديالها كيمشيو كيحفظو شمن امي كيمشيو كيحفظو ولا ماشي امي ما فهمتش شوف انا حتى الدريه شكون معايا كنولي انسان حجري من عهد الجاهليه من عهد قريش اللي بغى يتقبلها يتقبلها انا امي وجاهل في هادشي حتى الدريه امي وجاهل شي انا نقول لك واحد الحاجه شي انا صاحبي يكون جالس معايا شكون معايا دري بقى يهضر معاها كيوقعوا لي اضطرابات انسانيه كان شي نقول لك كيتهز ليا القلب مع المشاعر مع الطيحان مع الكبده كيتخلطوا ليا وصاحبي ايه ولكن ما تهضرش معاه ما تهضرش معاه كاع هاك ديما عندي مشاكل مع الدراري على هادشي ما تهضرش معاها اخويا انا عاوتاني تكون دريه مع دري جالسه معاه ما نهضرش معاها لحقاش لي راجل كيحترم الرجال واللي راجل كيقدر الرجال صافي هادي ايه صاحبي على راسي وعيني ولكن الدري اللي معايا ما تهضرش معاها ما بغيتيش ما تجلسش معايا بناقص ما تصحبها هادي واش فهمتو انا دابا شي انا بحال خويا كنعرفو امي ديالي ولد خالتي ولد خالي وانا جد تكون غدا معاه كنحس براسي ماشي هو هذاك واش هادشي نورمال ولا ماشي نورمال واش انا رجولتي زايده ولا انا شي وقيل عندي اضطرابات نفسانيه ولا الرجوله اللي ما بقاتش ربي انا مش نقول لكم راه كنشوف شي حوايج راه ما بقاوش كيدخلوا ليا الراس والله يا خوتي الا كنشوف شي حوايج ما كيدخلوش ليا الراس والدري دريه مع الدري وكيجي صاحبو كيعنقها له وهي وكيتزفطوا هو وياها وكيتملغوا هو وياها ويتجابدوا هو وياها وهادي والدري جالس كيضحك مساكن كيلعبوا شمن مساكن كيلعبوا ولا صاحبي ولا انا خويا شي خويا اللي ولد اللي تولدوا لي امي يكون جالس تكون معايا دريه ما يهضرش معاها ما تهضرش معاها خويا ما تهضرش معاها كتعرفها ما تهضرش معاها هذا هو المشكل عندي علاش ما تزوجتش حتى لحد الساعه ما فهمش وشي وبحال دابا انا ماشي تجي شي دابا لي فريد كتجي شي وحده وكتقول لك انا من لي فان ديالك انا معجبه دريه بوغوسا صراحه تد الله راه في المغرب عندنا الزيت كاين دريه بوغوسا كتجي دريه بوغوسا كتدخل السلام صافا هشام انا من المعجبات ديالك هي كنقول اختي وعليكم السلام صافا مزيان كتقول ناري اخويا خلعتيني كتهضر معايا قاصح الله يا اختي راه ماشي غير بوغوسا وزوينه راه غادي نتحل معاك على 17 راه ماشي بقى لك والله لا عندك الصح شنو بغيتيني ندير لك شي الراجل اللي ما كانش حرش اللي ما كانش حرش شنو الفرق بينه وبين الدريه دابا انا الا كنت رطب شنو الفرق بيني وبين ديك الدريه اللي غنكون معاها شنو دابا انا المشكل عندي وليت كنبان قبيح وليت كنعاني من المشكل مع الدريات انني انا كنبان قبيح واش اخوتي انا قبيح ولا هذه هي الرجوله ولا الرجوله ما بقاتش ولا انا كنعاني من اضطرابات نفسيه دابا غير صلحوا لي الله يرحم الوالدين دابا انا كنتشاور معاكم حنا خوت انتم خوتي وانا اخوكم وحنا حباب وصحاب كنتشاور معاكم واش اخوتي واش هادشي اللي كنحس به انا واش نورمال انا هادشي اللي عندي لداخل واش كنحس به واش نورمال راه ما كتفهمش مع الدريات على هادشي راه ما كاينش دريه تجي عندي وتبقى تهز التليفون وتبقى تهضر مع الدراري راه ما يمكنش راه لا يعقل ما كايناش هاد اللعيبه في القاموس ديالي ما كاينش بحال خويا ولا كيقرا معايا ولا كنعرفو ولا خدام معايا ولا هادشي كامل ما كنامنش به حتى هادشي ما كنتفاهمش به وكتجي دري كتقول لي كوكو كنقولها وعليكم السلام كتقول لنا يا خويا خلع واش اخوتي بقى نقول كوكو
شنو هاد كوكو هادي تجي نقول كوكو انا ايش ما كوكو ولا كيكو ولا شنو ما فهمتش كوكو شنو هاد كوكو دريه تقول لي كوكو ام جات معاها ولكن انا دري نقول كوكو كيفاش كوكو اشرحوا لي شنو معناتها كوكو شنو كتعني كوكو والله اخوتي الى دابا وليت كنبان قبيح كنبان انا قبيح للدريات علاش لحقاش الرجل نقصات لحقاش دابا الدريات دابا الدريات ولفوا كيجلسوا مع دري وتهز التليفون تلعب بيه وتصيفط ميساجات في واتساب وتهضر مع هذا وتضحك مع هذا ها ها واخا فيك تنشدك وكذا وهادي وفهمتي باش كيجيو كنتلاقى شي دريه انا ولا زعما كنتعرف على شي دريه كنقول اختي لا تكسر حيدي التليفون كنبان قبيح وليت كنبان قبيح واش دي قباحه ولا رجوله واش اخوتي نورمال انك تكون جالس مع دريه وتهزي التليفون تبقى تهضر مع الدراري وتبقى تعبر في الواتساب واش هادشي نورمال واش عادي ولا انني ماشي عادي الله يرحم الوالدين اللي ما تصرحوا ليا والله يا اخوتي ما كنكذب عليكم والله هادشي الا من القلب كنخرجو وحق الله لا بصح والله وتكون انا دريه اللي معايا اللي انا ويا عشره دريه معايا وحق الله يا اخوتي ونشوفها مع خواتي شنقول لكم يتلف لي الضرب الضربه ضد القلب كيتخلطوا ليا مع الطيحان مع المصارن خوها تقدر تجيني غيره منه عادي انا ندير هكا هرمونات الرجوليه طالعه في الذات شنو ندير واش نمشي انايا نمشي نضرب شي شوكه تنقص لي من الرجوله ديالي واش كاين شي بركة تنقص من الرجوله باش نواكب هاد البنات ديال دابا انا ما بقيتش كنقدر ما فهمتش كتقول البنت ايه ناري كتخلعني والراجل ما كانش كيخلع وسيروا للحليب شي بوبي واش شي رجال ديال شحال هادي جدودنا الكبار والقدام والرجال كانوا كيدخلوا شحال هادي الخيمه وكيقول السلام عليكم وخيمه كتهز من بلاصتها والعيالات كيتعكلوا كيطيحوا في الارض الا جا الراجل والراجل كيهز السيف فيه جوج ديال المترو كيشتت 10 ديال الرجال ديال شحال هادي اللي كيساوي 10 ديال الرجال ديالنا ديال دابا والراجل كان الطول والعرض والشخصيه والكاريزما والحضور الراجل كيتمجي كيصدموا هزم في شي قنت ناري بوعزاجي كلشي كيتلف له الضرب كلشي كيبدا يتكرم يتكور في الارض دابا ما فهمتش دابا ما والله ما فهمت وليت كنبان انا بانني قبيح والدريات وليت كنخلعهم وليت انا بوعو انا دابا بوعو واش انا بوعو ولا هادي رجوله زايده عندي ولا زدت فيه ولا الرجوله اللي ما بقاتش ولا هي فهموا ليا اش نقول لكم راه ما كنعرفش حاجه سميتها امي ما كنعرفش حاجه سميتها ود خالتي ما كنعرفش حاجه سميتها بحال خويا كيفاش الله يرحم الوالدين لا ما شرحوا ليا شنو كتعني بحال خويا كيفاش بحال خويا كيفاش بحال خويا هاد بحال خويا منين جبتوها كيفاش بحال خويا منين جات بغيت نعرف بان كوكب جات بحال خويا كيفاش بحال خويا هذا بحال خويا وهذا بحال خويا وهذا بحال اختي وهذا راه حتى هو داير بحال الدريه وهذا راه كذا وانا شتي نقول لكم وهو خا يكون هوموسيكسويال يكون جاي لقاه مع الدريه ديالي يكون حتى هو بحالو بحال يا ويلي ما تدوزليش ما كاينش حتى هو بالنسبه لي انا راجل ما توقفيش معاه ما تهضريش معاه ما كنفهمش حتى لهادشي هذا هو السبب اخوت اللي خلاني ما تزوجتش حتى لدابا انا ما تزوجتش حتى لدابا على هادشي ما كنتفهمش في هادشي وما كيعجبنيش شي دريه تبقى تحكم فيا راه ماشي دريه دابا ماشي تكوني بوغوسا صافي اجي تبقى تعطيني في الاوامر ولا كدا هي كاينه المفاهمه كاين الحوار نتناقشوا شي حوايج لي ديسكوتابل راه ديسكوتابل كاين شي حوايج انديسكوتابل كاين شي حوايج قلت لك ما ديريهمش لحقاش كنتسمى انا هو الحامي ديالك انا هو المسؤول عليك انا هو اللي خاصني نوفر لك الامن والامان اذن انا لا قلت لك ما تمشيش لواحد بلاصه ما تمشيش لديك بلاصه لحقاش مشيتي لديك بلاصه وقع شي مشكل انا اللي كنتحمل مسؤوليته فهمت اذا وقعت لك شي حاجه انت في المسؤوليه ديالي اذا انا قلت لك ما تدوريش من هنا لحقاش لا دارتي من لهنا وقعت شي حاجه شكون اللي يتحمل المسؤوليه انا واش دابا بيني وبينك انا اللي قلت لك هذا واحد القهوه ما تمشيلهاش ومشيتي ديك القهوه وتبسل عليك شي حد دابا انا خاصني نهضر ولا ما نهضرش ها هي نورمالمون قلت لك ما تمشيش ما خاصنيش نهضر ولا ما هضرش تسمى ماشي راجل
اذن من الاول قلت لك ما تمشيش لحقاش عارف كيوقعوا مشاكل في ديك البلاصه. خوتي دابا وليت كنعاني انا من المشكل، وليت كنبان قبيح للدريات. كاينين بزاف ديال الدراري عارفهم بحالي بحال هكا، ولكن الاغلبيه الرجوله في ذمه الله، ان الله وان اليه راجعون. مشات الرجوله وداو دفنوها سيادنا اللواله، وحنا دابا ولينا فهمتي واش نقول لكم، ولينا اشبه الرجال. مشات الرجوله بزاف علينا الرجوله، والله بزاف علينا الرجوله. وهو حق الله وليت كنعاني. انا كنقول لكم شي دريه اللي جات عندي وجات مع جوج دريات اخرين، انتيردي التليفون، انتيردي ما تجيبهمش معاها، ما يجيوش عندي. وانا نجلس مع دريات في قهوه انايا، انا كنعرف وحده فيهم ومعها جوج صحاباتها، انتيردي التليفون. ما كاينش هذا صاحبي، صاحبك سير اختي عنده، ما تجيش تجلسي حدايا. انا شي دريه نقول لكم واحد الحاجه، شي نكون واقف بحال دابا انا في شي قنت، جي شي دري تقول لي عافاك اخويا واش ممكن نوقف حداك، بحال دابا نتسنى حداك طاكسي، توقف تسنى طاكسي وتجيب التليفون تقول له وي حبيبه انا قريبا نوصل عندك، وانا كنتلخبط كيفاش حبيبه نجي واقف حداك، وسير اختي عنده ولا يجي يشد لك طاكسي ولا يوقف حداه ولا انا داير هكا. واش لي راجل ما يعيش؟ واش نمشي نموت؟ واش انا ما نعيش؟ دابا الله يرحم الوالدين، واش انا انسان عادي ولا ماشي عادي؟ واش هادشي اللي كنقول لكم فيه واش هضره لوجيك ولا ماشي لوجيك؟ اه دريه جيت توقف حدايا الطاكسي تقول لي عافاك اخويا عطاك السر واش ممكن توقف معايا الطاكسي، تحترم الرجوله ديالي، انا جايه عندك وكذا، وحق الله الا كنت قاس في الرجوله ديالي كنحس براسي ما باش كنتلخبط. واش نورمال؟ واش نورمال ولا ماشي نورمال؟ لحقاش وليت كنشوف عادي، هذا جايب مع دريه كاين صاحبو هذا كيبوسها له وداك يعنق هالو وهو كيضحك عادي، ويقدر يكون هو ما كاينش ويدوز صاحبو من مور ديك الدريه ديالو يخرجها له ويمشيو يتقهوا هو وياها. فين كاين هادشي؟ فين كوكب جبتو هادشي؟ وما كاين لا صاحبي لا والو، ما كنعرفكش وانا ما صاحب حد، وحتى الدريه ما كاينش، حتى خويا ما كاينش. واخويا خويا ما تهضرش مع الدريه ديالي، انتيردي خويا، انت ما تهضرش معاها، ما تهضر معاك، انت بينك وبينها الاحترام، وبينك وبينها انا. بغيتي تقولها شي حاجه قولها لي انا نقولها لها، وهي الا بغات تقول شي حاجه تقولها لي انا نقولها لك. المهم اخوتي انا ولا عندي مشاكل، ما تزوجتش لدابا ومازال ما لقيتش حدا اللي غادي تقبل العقليه ديالي. لحقاش دابا ولاو بزاف ديال الدراري رطيطبين رطيطبين، فهمتي داكشي بحال البغرير، هي عنده هانيه هو الدريه، تهضر معاه من ما بغات، دير اللي بغات، تمشي فين ما بغات. اه فاش كتوصل عندي هشام من الاول يقول لها ما ديريش ما تمشيش ما تفعليش، انا وليت قبيح، وليت كنبان بحال الوحش، وليت انايا كنبان كنخلع، وليت انا كنبان ما نعرفش. المهم اخوتي باش ما نطولش عليكم بزاف، المهم انا حاجه وحده اللي بغيت نستفسر عليها، واش انا انسان عادي ولا ماشي عادي؟ وليت انا كتجي بحال دابا ونقول لكم واحد الحاجه عاوتاني، واحد المشكل عندي بزاف. كتجي شي دريه كتهضر معايا في واتساب ولا فيسبوك في باج ولا في، انا من المعجبات ديالك مرحبا كذا، دريات بوكوصات كيجيو كيهضروا عادي ياك، كتجي كتبغي تهضر معاك بالطريقه اللي بغات هي. اختي بنت بلادي فوق راسي وعيني، ولكن ماشي هي بوكوصه راه تهضري معايا كيف ما بغيتي انتيا، ماشي هذيك هي راكي بوكوصه راني غندير داكشي اللي كتقولي لي انتيا، راه ماشي هادشي تبقى تقولي صيفط لي اوديو صيفط لي فيديو ديالك صيفط لي التصويره صيفط راه غادي نديرو لك، راه ماشي هادشي تقولي لي دير هادي ودير هادي راه غادي نديرها. اه بوكوصه فوق راسنا وعينينا، بنت بلادنا فوق راسنا وعينينا، ولكن راه ماشي اللي قلتيها انتيا هي اللي كاينه، ماشي اللي قلتيها هي اللي كاينه، وماشي اللي قلتي لنا هي اللي غنديرها. اي تنقول لك صافي، ماشي دريه، ماشي اي وحده جيتي هضرتي معايا راه غادي نبقى نقول ندير داكشي اللي كتقولي، فوقاش غادي ندير داكشي اللي كتقولي؟ اسمع بنت بلادي، اسمع الدريات، نقول لكم واحد الحاجه، نقدر ندير داكشي اللي كتقولي لي فاش نجي انا نهضر معاك، فاش نجي انا نهضر معاك ونبروبوزي عليك راسي وانا نجي عندك وندخل عندك، ديك الساعه هضري معايا كيف ما بغيتي وشرطي عليا كيف ما بغيتي وعلى الراس العين. ولكن فاش تجي عندي انتيا وتهضري معايا انتيا هضري معايا كيف بغيت انا، ما بغيتيش ما تهضريش معايا، ماشي تكبر ماشي عياقه، ولكن الشخصيه ديالها كل واحد كي دايره.
انا داير هكا، اللي بغات مرحبا واللي ما بغاتش الفين مرحبا. المهم انا هكا داير باش نتهناو من هاد المشاكل هادي. انا وحش، انا قبيح، انا ما مزياش، ولكن بالنسبه لي انا راجل. راه ما غاديش ديري اللي بغيتي، ما غتهضريش في التليفون مع من ما بغيتي، ما كاين لا بحال خويا، ما كاين لا امي، لا بحال خالتي، لا بحال جداتي، لا كنعرفو لا ما كنعرفوش. فاش تكون معايا الدريه كاع هادوك اللي كتعرفي نسيهم ونكرهم. المهم المهم اخوتي باش ما نطولش عليكم، هذا هو المشكل ديال اللي عندي علاش ما تزوجش حتى لدابا، بانني انا ما كنتقبلش بان انا شي نقول لكم واحد الحاجه. سروال شي سروال اللي لبسو معايا صاحبي، الا لبستو بغا يلبسو معايا نخليه له ونبقى بلا سروال، نبقى بلا سروال وما نشركش معاه، ما نشركوش معاه لبسو معاه. انا داير هكا هكا، انا حوايجي ما كنشركهمش، وحوايجي ما نشركهمش مع بنادم، حوايجي ما نشركهمش مع بنادم، ماشي على الدريه. انا حوايجي ما بغيتش ليه يهزوني حتى يشوفهم، حوايجي ما تهزونيش تشوفهم الا ما طلبتيش الاذن ديالي. عاد انا دريه جيت تسلم عليها بلا بيز، راه ما كايناش هذه في القاموس ديالي، ما كاين لا صاحبي لا تلعبه، بناقص ما تصحبه اللي غادي تلحلي على الدريه ديالي. المهم باش ما نطولش عليكم الخوت، هذا هو المشكل اللي كاين دابا. بغيت نعرف انا اي جابوني في الكومونتير، واش انا انسان عادي ولا ماشي عادي؟ اكتبوا لي في لي كومونتير واش عادي ولا ماشي عادي. والسلام عليكم.